في سنة 2019 قبل الأزمات المتتالية الأخيرة، باستخدام نفس المعيار للفقر المتعدد الأبعاد، كان نسبة الفقر 40%. عادة الدليل ده ما بيتحركش كتير، يعني عادة هو يعني دليل الفقر متعدد الأبعاد ميزته إن هو بيتحرك بس بنسبة قليلة جدا، ولكن إن هو يكون اتضاعف في ظرف سنتين ده في حد ذاته مؤشر كبير على مؤشر خطير. الوضع اللي هو الخطير، ما كانش يعني كارثي اللي وصلت اليه الامور حاليا. فطبعا ان انا اتكهن بما سوف تقول اليه الامور كمان سنتين، انا مش عاوز اوصل لهذه النقطه، لان الوضع الحالي هو وضع لا يحتمل ان احنا نبقي الوضع كما هو عليه، يعني لازم من تدخل، وتدخل سريع وتدخل اني علشان الوضع يوصل بيه يعني لما يكون عندك 55% من الناس ما عندهمش تغطيه صحيه او ما عندهمش كهرباء، وعندك تلت السكان عندهم عدم ولوج الى رعايه صحيه، عندك يعني الفقر المادي وصل الى 74%، يعني عندك مؤشرات كتير بتبين نعم. ان الوضع الحالي محتاج تدخل